كما يقصد الكاثوليكيون حول العالم الفاتيكان، يقصد الأرمن الأرثوذكس منطقة إتشميازين، فجمالية العمران وزخرفة الكنائس تكاد تضاهي الأهمية الروحية لهذا المكان. نستمر بالتجول فندخل متحف الكنيسة. في داخل هذه الغرفة المقفلة لا يمكن للإعلام أن يدخل، ولكن دخلناها طبعا من دون الكاميرا لنتبين لنا بأن في الداخل معبد وثني يعود إلى القرن الرابع ما قبل المسيح، وعندما تم إعلان الدولة المسيحية في بداية القرن الرابع وتحديدا عام 301 تم اكتشافها، ومن هنا كانت أساسات الكنيسة الأولى في العالم وكانت الكنيسة الأرمنية. نحن حسب الأساطير اللي كان جاينا من زمان أنه القديس كريكور أمر الملك مشان يشفي معابد وثنية يخربوا ويعمروا بدالهم أو فوق منهم كنائس سنة 301. بعد ما بشروا المسيحية إيش في كنائس دمروها، بس معابد دمروها. لحديد 1950 الفكرة كانت أسطورة، حين ترميم المذبح الرئيسي هون ولا شافوا فجوة ودخلوا فيها، لقوا تحت المذبح مباشرة المعبد الوثني. المعبد الوثني هذا ثبت أنه القصة مش أسطورة إنما حقيقة. هي النقطة اللي أجا سين غريغوار وكان المسيح دله عليه مشان يعمر الكنيسة، هي وهي المذبح بعدين، بس أول نقطة نزول المسيح هو منسميها نحن. في الخارج كما في الداخل حكايات تشرح عظمة المكان، فلكل عصر لمساته على حجار الكنائس. هو هذا قطعة من سفينة نوح، والقسم المكسور هذا شفه منه بعتوه للكنيسة الأرثوذكسية بموسكو. هذه هي رأيها. هلا هون في الرمح يلي أيه. نشك فيه المسيح. أيوة، هذا الرمح نشك فيه المسيح. هلا بالعالم في موجودين ثلاث أربع أماكن، كل واحد بيقول هو الصح، لكن الخبراء آخر فترة بإنجلترا بعد ما حللوا نوعية المعدن طلع إنه هي هي الأقدم واحد بين الثلاثة اللي موجودين بالعالم، بالفاتيكان بالنمسا. حتى هذا العقرب يحكى أنه بينما كان الرسام يستكمل لوحته اقترب العقرب منه للدغ يده في إشارة إلى النية في توقيفه، فانتبه الرسام وقتله ليظهر العقرب بجسده لا مرسوما على هذا الحائط. هي الحكاية الأبدية بين الخير والشر، وفي إتشميازين غلب الخير الشر. من الكنيسة الأولى في العالم إتشميازين أرمينيا، رشا الكرم، قناة الجديد.